على طريقة كيفية إيجاد المزيد من الخيارات الكتابية على هاتفكم سامسونج، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إدارة العامة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط لوحة المفاتيح سامسونج، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المزيد من الخيارات الكتابية، وهنا سوف نقوم بإيجاد جميع المزيد من الخيارات الكتابية. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.